السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة هي هتتناول المثال رقم 2. السؤال الثاني عندكم بشيت الأسئلة. السؤال: The traffic data were collected at two points X and Y which are 1500 foot apart. عندنا مجموعة بيانات مرورية جمعناها موقعيا لنقطتين في طريق. هذه النقطتين هي X و Y، المسافة بيناتهم 1500 فوت، يعني طول السكشن اللي حندرس به الخصائص المرورية هي 1500 فوت. 6 vehicles A, B, C, D, E and F pass section X, Y at intervals between each two successive vehicle of 3, 4, 3, 6 and 5 second respectively. 6 مركبات استخدمت أو مرت بالسكشن XY، هذه مركبات هي من A إلى F، مرت بانترفل. هذا الانترفل نقصد به اللي يقول انترفل between each two successive vehicle، يعني الفاصل الزمني أو الفترة الزمنية بين كل مركبتين متتالية على الطريق. القيم هي 3 4 3 6 و 5. شنو معناها الثلاثة؟ هذه معناها نقصد بها الفاصل الزمني بين مرور المركبتين A و B من نفس النقطة، يعني مرت المركبة A في زمن T، المركبة B حتمر بعد 3 ثواني. الأربعة هي الفاصل الزمني بين المركبتين B و C لمرورها في نفس النقطة. الثلاثة الأخرى الثالثة هي بين المركبتين C و D. الستة بين المركبتين D و E. والخمسة بين المركبتين E و F. Vehicle's speed are 50, 45, 40, 35, 35 and 45 mile per hour. السرعة المركبات مطين إياها قيمها للمركبات الستة. المطلوب السؤال: أولا draw a schematic showing the location of the vehicle entered the section X during the 20 second after the first vehicle passed this section. رسم sketch يوضح موقع المركبات الداخلة إلى section XY خلال عشرين ثانية بعد وصول المركبة الأولى إلى نهاية السكشن، أي بعد اجتيازها للسكشن. شنو معناته هنا؟ تتذكرون المثال رقم 1 مش شرحناه، وضحت لكم كيفية تسجيل الأرايفل تايم لكل مركبة، ووضحنا شلون المركبات من تمور نسجل الانترفل. فحنستخدم هالمفهوم في رسم هذا السكشن، هذا السكتش، يعني حنثبت السكشن اكس واي اللي طول 1500 فوت، راح نحدد موقع المركبات. اول مركبه، المركبه اي، يقول انه اجتازت السكشن، يعني معناتها وصلت الى نقطه النهايه. فنخلي المركبه اي في نقطه النهايه، نهايه السكشن هي نقطه واي، وبعدين نحسب الفتره الزمنيه بينها وبين المركبات الاخرى. لما هي واصله نقطه واي حتكون الفتره الزمنيه بينها وبين مركبه بي هي 3 ثواني موجود عندنا، بعدين بين بي وسي هي 4 ثواني. هاي من معلومات السؤال، ونكمل إلى أن نوصل إلى آخر مركبة. فهو دا يطلب من عندي إنه تكون خلال 20 ثانية، 20 ثانية بعد وصول المركبة الأولى إلى نهاية السكشن. هذا إحنا واضح إن شاء الله أكثر بالحالة. المطلب الثاني find the time mean speed، والمطلب الثالث find flow and density. نجي هسه إلى حل السؤال. نجي إلى أول منطوق. إحنا تعلمنا إنه حتى يعني نحل السؤال بالشكل الصحيح نحاول نثبت معلومات السؤال بشكل رسم حتى يكون يعني فهمنا صحيح للسؤال. فأول منطوق أو أول جزء منطوق السؤال كان يخص الـ section XY. The traffic data were collected at two point X and Y which are 1500 foot apart. فرح نرسم نقطة Y ونقطة نقطة X ونقطة Y والسكشن اللي بيناتهم اللي طوله 1500 فوت. فهذا رسمنا السكشن، حددناه حتى نحدد بقية المعلومات الأخرى. المعلومة الثانية بالسؤال أو الجزء الثاني من منطوق السؤال دي يتكلم عن الانترفلز بالنسبة للمركبات. 6 vehicles A, B, C, D, E and F passed section XY at interval between each two successive vehicle of 3, 4, 3, 6 and 5 second respectively. فإذا هنا عندنا الست مركبات ثبتناها. بس هنا تلاحظون أنا من استخدمت الجدول حتى أثبت بمعلومات السؤال،
ثبتت أول شيء أول مركبتين A و B. ليش؟ لأن هم منطقين الانترفل بين كل مركبتين. فهنا من حتى أثبت الانترفل رح أثبت أقول بين A و B رح يكون الانترفل مقداره مثلا 3، وبعدين وراها أكتب ال B مع ال C حتى أثبت الانترفل لهم 4، وبعدين أثبت ال C مع ال D وهكذا. فإذا كل مركبتين سوية خليتهم واحد حتى أخلي الانترفل لهم. فعندنا الانترفل هسه بين مركبتين A و B حسب معلومات السؤال هي 3، يعني الفاصل الزمني بين مرور مركبتين A و B من نقطة واحدة. بين مركبتين B و C هي 4، بين المركبتين C و D هو 3، بين المركبتين D و E هو 6، وبين المركبتين E و F هو. فإذا ثبتنا الجزء المعلومات الخاصة بالانترفلز بجدول احنا سويناه حتى نقدر نشتغل عليه بالمطلب الأول بالسؤال. نجي المطلب الثاني أو الجزء الثالث من طرق السؤال اللي هو الفيكل سبيد. انطنياه 50 45 40 35 35 and 45 ميل بير اور. طبعا السرعة هي لكل مركبة، فهنا عندنا مركبة اي خلينا عضفنا عمود سميناه سبيد، فخلينا السرعة المركبة اي 50 للمركبة بي 45، فهنا مركبة بي تكررت احنا ثبتنا انترفل، رحنا على مركبة سي خليناها 40، المركبة دي 35، مركبة اي 35، بعدين مركبة اف 45. او تقدرون تسوون جدول يعني مختلف ثبتون بي 6 مركبات وكل مركبة السرعة، يعني اللي تشوفوه يعني بالنسبة لكم اوضح. هسه احنا هذه 3 اجزاء لمنطوق السؤال وضحنا المعلومات الخاصة بها، راح نبدي هسه بجزء الخاص بالمطالب. المطلب الأول هو draw a schematic showing the location of the vehicles entered the section X during the 20 second after the first vehicle passed this section. فإحنا قلنا هنا يحتاج نرسم لنا سكتش يوضح سكشن الطريق XY وموقع المركبات بها حسب الانترفل اللي منطيها بالجزء الأول من منطوق السؤال. فإذا راح نحتاج نثبت الجدول اللي سويناه بخصوص الانترفل حتى نستخدمه برسم السكتش. فأول شيء حثبت السكشن XY ورح أبدي هسه بالمركبات حسب تسلسلها. فإحنا بالسؤال يعني نرجع ونأكد على النقطة اللي يقول after the first vehicle passed this section، المركبة الأولى عبرت السكشن يعني وصلت إلى نقطة النهاية. رح نخلي المركبة A في نقطة Y اللي هي تمثل نهاية السكشن. ثم نبدي بالمركبات التالية. المركبة B هي تالي A والانترفل بينها وبين B هو 3 ثواني، فأخليها بعد A. هذه مركبة B بعد A، الفاصل الزمني أخليه بيناتهم 3 ثواني. طبعا هنتعلمنا الفاصل الزمني اللي هو الهيدواي، حيمثل المسافة الزمنية بين الجزء الأمامي للمركبة الأولى والجزء الأمامي للمركبة التالية. لذلك شفتوا هنا خلينا المسافة الزمنية بينهم بادية من أمام مركبة A إلى أمام المركبة B. نستمر نجي المركبة C، خلينا المركبة C راح نشوف الانترفل بينها وبين المركبة B هو 4، فإذا نثبت الانترفل 4 سكند. هذا هو المسافة الزمنية بين المركبة B ومركبة C. المركبة D الفاصل الزمني بينها وبين المركبة C هو 3 ثواني، ثبته. ثم المركبة E الفاصل الزمني بينها وبين المركبة D شوية بعيدة عنها 6 ثواني، يعني أبعد من بقية المركبات نسبيا. والمركبة الأخيرة هي المركبة F الفاصل الزمني بينها وبين المركبة E هي 5 ثواني. حشوفوا هنا المركبة F تقريبا شوية طلعت من السكشن، هسه نوضح يعني ليش. أكو خطوة إضافية راح نسويها هنا هو إنه أريد أتأكد هل إحنا بالعشرين ثانية لو لا. شو حسوي؟ راح أفرض إنه المركبة A وصلت إلى نقطة Y في زمن 20 ثانية، في زمن 20 ثانية، فثبت هنا 20 ثانية زين. يعني هذه دخول المركبات كان كلها خلال 20 ثانية، فالمركبة A وصلت إلى نهاية السكشن بعد 20 ثانية.
فمعناتها المركبة بي راح توصل إلى السكشن، وصلت إلى هذا النقطة بعد مرور شكيت راح يكون هو 20 ثانية ماينص 3 اللي هو 17 ثانية. 17 ثانية، فإذن المركبة بي راح تكون واصلة إلى نقطتها بعد مرور 17 ثانية. أما المركبة سي اللي دخلت متأخر عن مركبة بي بأربع ثواني فراح توصل إلى نقطتها بعد مرور 17 ثانية مطروح من عندها الأربعة. 17 مطروح من الأربعة 13 ثانية. فهي 13 ثانية تمثل زمن وصول المركبة سي إلى نقطتها لمن وصلت الأي إلى نقطة النهاية. أما الدي فاستغرقت شقد حتى توصل إلى نقطتها؟ استغرقت 13 ثانية ناقص 3 واللي يساوي 10 ثواني. والمركبة بي المركبة إي عفوا المركبة إي وصلت إلى نقطتها بعد مرور 4 ثواني من دخولها السكشن اللي هو 10 ناقص 6. والمركبة F هنا راح نشوفها ورا مرور ناقص ثانية. هاي شنو الناقص ثانية معناتها؟ معناتها انه المركبة F هنا ما داخل السكشن بعدها، يعني بعد لها ثانية واحدة حتى توصل الى نقطة X. فهذا اللي ريت اوضحه من حسبت هاي الارقام، اعيدها بس يمكن واضحة للبعض. اللي سويته انه بالسؤال ده يقول after 20 ثانية من دخول وصول المركبة الاولى الى نهاية السكشن. فالمركبة الأولى معناتها نفرضها أنها وصلت إلى نقطة Y بعد مرور 20 ثانية، فالمركبات الأخرى شوكت راح توصل إلى النقاط اللي حددنا مواقعها، فلأن دخولها متأخر عن مركبة A فالمقدار التأخير اللي هو الفاصل الزمني اللي هو headway time اللي ثبتناه بالبداية اللي كان معطى بالسؤال حيمثل هو زمن التأخير. فمثلا مركبة B تأخرت عن المركبة A بثلاث ثواني، فمعناتها وصلت إلى موقعها بعد بعد ما نطرح 3 ثواني من العشرين اللي هو 17 ثانية. أما المركبة سي فتأخرت عن المركبة بي بأربع ثواني، فيعني توصل إلى موقعها بعد 13 ثانية، فطرحنا 4 من 17. ونفس الشيء بالنسبة لبقية المركبات. فمن وصلنا للمركبة F المركبة A كانت واصلة إلى نقطتها بعد دخولها السكشن بأربع ثواني، فإذا طلعت القيمة بالماينس معناتها المركبة ما داخل السكشن بعدها، يعني ما واصلة إلى نقطة X، وهذا اللي صاير مع مركبة F. فهذا نهاية الحالة عندنا انه المركبة F يعني خلال هذه العشرين ثانية كانت مواصلة الى السكشن، فتعتبر يعني غير متضمنة بالمركبات الخمسة الفقط موجودة بالسكشن ضمن العشرين ثانية هذه. فان شاء الله تكون واضحة عندكم انه المركبة F متأخرة عن دخول السكشن ثانية واحدة. هذا هو السكتش المطلوب من عندي أو السكيماتيك الدراوينج المطلوب من عندي بالمطلب الأول. طلاب إذا ما واضح عندكم رجاء كتبوا لي بالتعليقات حتى أعيد شرحها بصورة أوضح. نوصل المطلب الثاني اللي هو find the time mean speed. إحنا عرفنا time mean speed هو معدل السرعة الموقعية المحسوبة بالموقع. إحنا عندنا مقدار السرعة معطاة بالسؤال لكل مركبة من المركبات الستة واللي واضحة قدامنا بالجدول. فاللي حنسويه راح نحسب لهم الأفريج حتى حيكون هو مقدار تايم مين سبيد. فالأفريج هو مجموع قيم السرعة للمركبات الستة مقسمة على عددها اللي هو ست مركبات، وراح يساوي عندنا 41.67. هذا هو التايم مين سبيد. المطلب الثاني هو المطلب الثالث عفوا هو الفلو والدنسيتي. فايند ذا فلو اند دنسيتي. احنا عرفنا الفلو هو مقلوب الهيدوي، فاذا ما رايد الماكسيمم فاحنا نستخدم يعني اللي رايد الفلو راح نستخدم الافريج هيدوي، لما يطلب الماكسيمم فلو نستخدم المينيمم هيدوي. فاذا هنا ما طالب الماكسيمم فلو فاذا الفلو راح يساوي مقلوب الافريج هيدوي، وهنا اذا الهيدوي بما انه يعني محسوب بالثواني فنحتاج نحول الثواني الى ساعات، فنقسم كل ثانيه على 3600، فراح يصير القانون عندي هو 3600 على الافريج تايم هيدوي حتى تكون الوحده الناتجه هي فيكل بير اور. فعندنا 3600 على معدل قيم الهيدوي اللي عندنا راح يساوي 857 vehicle per hour. هذا هو الفلو. اما الدنسيتي فحنستفاد من العلاقه اللي تربط ما بين الدنسيتي والفلو والسبيد، فالدنسيتي عندنا يساوي الفلو على السبيد واللي حيساوي
857 على 41 والناتج النهائي هو 20.75 vehicle per mile. هذا هو density. انتهينا لهنا حل السؤال.